دلوقتي هنروح للخطايا. انا هقول لك اسامي الخطيئه او الخطايا اللي معايا، وانت هتقولي الخطيئه دي عندك ولا مش عندك. اول خطيئه معانا خطيئه الغرور. عمري ما كنت كده. عمرك ما كنت مغرور. عمر. ارقامك على اليوتيوب وارقامك على المنصات كلها لما عدت اسامي زي محمد رمضان ولما عدت اسم زي عمرو دياب ما تغرتش؟ عمري ممكن اتبسطت، بس عمري في حياتي اصلا ما حسيت انا ناجح قد ايه. عمري اقسم بالله بجد عمري في حياتي ما اعرف عصام صوصه ده نجاحه قد ايه دلوقتي. ما اعرفش. انت عارف ان ارقامك عدت عمرو دياب ومحمد رمضان؟ عارف ولا بس لا؟ عارف بس ما. مين قال لك؟ مين قال لك ان ارقامك عدته؟ اول واحد قال لي لقيت لا اللي قال لي كان واحد كده طلع في برنامج مش عارف اسمه ايه، هو مطرب يعني. بيقول ده الفيديو اللي شد انتباهي اللي عرفني ان انا اصلا يعني ده الفيديو ده قريب، ده من قريب، اقل من شهر. كان بيقول في فلان مش عارف اسمه ايه، والله انا عمري في حياتي ما سمعت عنه. ايوه. متصدر جميع المنصات وجميع اي حاجه. طب انت عارف ان انا متصدر جميع المنصات واي حاجه اهو، اكيد انت عارفني يعني. بينك وبين نفسك كده راجع نفسك هتلاقي نفسك ان انت عارفني، بس كنت بتعمل كده اللي هو ايه لقطه يعني وجت معاك. فده اول واحد. ده أول لما هو يعني اما انا شفت الفيديو، اما انا شفت الفيديو عرفت ان انا متصدر جميع المنصات. فانت ما كنتش تعرف؟ ما اعرفش اقسم بالله ما كنت اعرف. بعد كده بقى مين اللي قال لك اكد لك المعلومه بعد كده؟ اداره اعمالي قال لي، قال لك ان انت ارقامك عدت. انا لما شفت الفيديو بقى دخلت شفت. بس الحوار مبسوط، مبسوط الحمد لله، بس مش اللي هو ايه، مش هو اخر الدنيا يعني، عادي اللي هو الحوار بالنسبه لي عادي جدا الحمد لله. بس بتكسب من السوشيال ميديا ولا لا؟ بتكسب فلوس من الارقام اللي بتعملها على اليوتيوب، من الارقام اللي بتعملها على التيك توك؟ بتكسب من الحاجات دي عمري فلوس؟ عمري في حياتي اكيد بكسب. يعني مفيش اللي يقول لك انا ما بكسبش يبقى بيضحك عليك. ايوه طبعا انا بكسب، بس مش اللي في خيال الناس. الناس فاكره مثلا ان اليوتيوب دوت بيطلع مثلا ايه، افتح كده ادعك الفانوس تلاقي مليارات نازله لك. مفيش الكلام ده. او انا ما اعرفش اغنيه بحجم يعني اغنيه بنفسها جايبه كام. انا عمري في حياتي ما سالت في الكلام ده. ايوه بس لازم تسال، والا غلط. لازم انت تبقى متابع وعارف. بيجي لي فواتير وبيجي لي كل حاجه. يعني مثلا بتجي لي اغنيه كذا ارباحها مثلا في الشهر ده كذا. بس ما ببصش في الورق اصلا. مين اللي بيبص؟ محدش بيبص. ما لازم حد يبص، والا هتعرف انت فلوسك فين وكسبت كام ازاي. ما انا عارف، ما انا متاكد من الشركه اللي انا ماضي معاها. يعني انا في ثقه. هي في شركه عمرهم ما هيسرقوني. دي اداره ده اول اعمال. بند. دي بتدير اعمالك. الشركه اللي انا معاها في اليوتيوب دي حاجه قدرت. انا الحمد لله الشركه اللي معاها في اليوتيوب اللي بتحمي لك حقوقك. انا يعني مش ماضي مع شركات ولا ماضي مع اي حاجه. انت شغال مع نفسي. حر نفسي. بس اليوتيوب معايا، انا مع شركه معينه. يعني لو محمد رمضان جه قال لك ما تيجي نعمل دويتو سوا، تحب تعمل معاه دويتو؟ على فكره ما هو يتحب، هو شخص لا جدع. انا بجد يعني الناس كلها طبعا بتحبه وربنا يزيده، بس محمد رمضان اكيد تعب في حياته بجد طبعا، عشان كده هو في اللي هو فيه ده. يعني في ناس بتبص له ازاي، انت ايه يا عم انت نمبر 1. هو انا لو مكانه، اي حد مكان محمد رمضان هيبقى كده. طب انت عامل ارقام كبيره اهو. مش حكايه ارقام، انا بتكلم بقى دلوقتي كمحمد رمضان، تاريخ سينما، افلام، اغاني، كل حاجه. عايز تعمل كده؟ انت كمان عايز تبقى كده؟ انا بحبه قوي فيزيدني الشرف طبعا. عايز تمثل؟ بحب التمثيل. بتحب التمثيل. ودي الخطيئه الثانيه. تاني خطيئه عندي خطيئه الشهوه. هسالك عن خطيئه الشهوه، بس عايزاك تستحملني وما تزعلش مني. ماشي. ايه الحاجه اللي عندك شهوه ليها؟ شهوه الغنى، شهوه التمثيل؟ انا بحب الغنى قوي. بس نفسي امثل. عايز تمثل؟ مثلت. يعني عملت فيلم ان شاء الله ينزل في العيد او ينزل قريب جدا. بس اسمه ايه الفيلم؟ اسمه اسود ملون. معايا الاستاذ بيومي فؤاد واستاذ احمد فتحي واستاذ رانا رئيس واستاذ محمد كلاني ونجوم كتير، مش عايز انسى حد يعني. بس هو فيلم جميل قوي ان شاء الله. اتمرنت تمثيل وانا في بصي انا كنت اللي هو ايه، ما بحفظش يعني الملف بتاع الفيلم معايا، اللي هو قبل ما اخش المشهد بثلاث دقايق انا اكون حفظت كل حاجه. طيب دلوقتي في ناس انتقدتك شويه عشان الحفلات اللي بتحصل في الساحل، وبيكون في
بعض الراقصات اللي هم لابسين مكشوف حبتين. انا نفسي ارد بقى على السؤال ده. وبيرقصوا قدامك او بيرقصوا وراك. انا عمري في حياتي يعني انا النمره الوحيده في مصر اللي هتلاقيني انا عمري في حياتي ما طلعت رقصه جنب ايا كانت مين، لو بتاخد كام، لو اسمها ايه، هي فوق دماغي وكل حاجه. انا بس انا ما بحبش رقصه تطلع جنبي وانا شغال نمرتي دي. امال ليه بيقولوا كده؟ انا عمري في حياتي ما في رقصه طلعت جنبي. هاتي فيديو ليا بيقول الكلام ده. طب امال بينتقدوك ليه في كده؟ الله، ده بيقولوا حفلات الساحل وبيروح حفلات الساحل. بروح حفلات الساحل بس انا عمري ما رقصه طلعت جنبي في الساحل. مفيش اي رقصه طلعت جنبي المسرح. ما تطلعش جنبي. ما تطلعش ولا هيحصل. الاماكن نفسها عارفه ان عصام مفيش رقصه بتطلع جنبه المسرح. لو ايه حصل؟ ليه؟ لو مين هي؟ ليه؟ مش عشان انا بتضايق. ليه؟ مش والله هم مش ما كل مطربين المهرجانات لما بيطلعوا بيطلعوا بالرقصه اللي بيطلعوا بالرقصه يعني جنبهم. انت طالع تتفرج على عصام، الرقصه هتاخد 80% من المشاهده اللي بياخدها عصام. منطق صح. بس ده السبب الوحيد مش عشان اي حاجه تانية. اه مش مصدقك صح؟ عادي يعني. بس بحب الفيديوهات مش بحب الفيديو مثلا انا اكون ظاهر جنب الناس بتتكلم كلام ما بيعجبنيش. تحبوش؟ ما بحبوش. جواك شرقي برضه؟ جواك صعيدي. جواك صعيدي ما تحبش انت الكلام ده. الناس كلامها ساعات بيضايق اللي هو ايه مش مركز اصلا، مثلا مركز في حته تاني تلاقي كومنت اصلا ملوش اي 30 لازمه في وسط كومنتات حلوه. فاهمه؟ مش عايز انت تتحط. مش عايز اصلا تتحط في. مش عايز تتحط في الحته دي. طيب. ومش قصدي ان انا اقلل منهم والله في اي حاجه. هم لا، انت خلي بالك، هو انت ان انت تبقى مؤمن بحاجه مختلفه عن التاني ده يقلل منه في حاجه؟ لا، انا بحب اطلع على المسرح لوحدي كده. تحب تطلع ماشي اوكي. طيب، خطيئه الحسد، عمرك حسدت حد قبل كده؟ لا. ما حسدتش حد؟ مش كده خالص؟ خالص عمري. عمرك ما حسدت محمد رمضان مثلا حتى لو حاجه غيره ايجابيه؟ ممكن مثلا حاجه هو جايبها تعجبني قوي بس مش لدرجه ان انا احسده يعني. مين حسدك قبل كده؟ الله اعلم. انا ستي الله يرحمها ام امي كانت بترقيني تفضل تتاوي، بمعنى كده ان انا ببقى محسود قوي. ايوه معروفه، ما حد يرقيك وتتاوي بتبقى انت محسود. بس هي دلوقتي الله يرحمها فمحدش بيرقيني دلوقتي، فانا ما اعرفش. طب والدتك مش بترقيك ليه؟ ما عشان عادي بقى انا مختفي شويه. انا بشوفهم في البيت وقت مثلا النوم، وقت على طول في الشغل انا. بس يعني وانت صغير كده وكنت لسه شقيان وتعبان وشغال على التوك توك وشغال كهربائي وانت بتتكهرب وما بتحبش الكهرباء وحالتك حاله، عمرك كده ما حسيت ايه تشوف الناس مرتاحه تقول ايه انا عايز ارتاح انا كمان؟ ما عمري في حياتي. عمرك ما بصيت لحد؟ عمري في حياتي ما بصيت اصلا لبكره ايه يعني. انا انا كعصام ما اعرفش بكره انا هنجح ولا هقع ولا هبقى ايه، مش عارف. مش فارق لك. مش فارق. رامي توكلك على الله. بالظبط كده. وواثق ان ربنا هيديك الحلو. اقسم بجلاله الله انا عمري في حياتي ما حسبت، ما قعدت كده قاعد مستني اغنيه مثلا هتنزل ليا يا رب انا عايز الاغنيه دي تنجح. عمري في حياتي اقسم بالله. مش بقول لك كده لان هو انا في مفيش موقف اتعرضت له قبل كده وحد قال لك ده حسد؟ كتير قوي. زي ايه مثلا؟ وكنت نازل من على السلم خدت السلم كله شقلطه بقت رجلي فوق ودماغي تحت. ده امتى؟ من اقل من اسبوعين. ها وقالوا لك انت كده انت اتحسدت؟ ده ما ده حسد؟ طب وايه تاني؟ حاجات كتير بقى بتحصل لك حاجات كتير. مره كنت العربيه بتاعتي انا عامل لها زي باكيه كده قدام البيت عندي. دورت العربيه. فخلاص هسوق فروحت قال لي صاحبي لا انا مش قادر اسوق تعالى انت سوق انت. فكنت جبت العربيه على الارغص بين عندي. فداس هو بنزين؟ لا ما داسش، هو فتح الباب ونزل وانا فتحت الباب ونزلت. العربيه المفروض العربيه بتقعد مثلا خمس ست ثواني كده على بال ما هترجع. صح؟ على بال ما فتحت الباب وهو فتح الباب وبنبدل راحت العربيه من بين انا وهو كده مسحوبه لورا فرح البابين اتفتحوا العكس وانا لسه ما خرجتش وما مشيتش من قدام البيت اصلا. وبعدين اقنعني ان ده حاجه غير الحسد. بتقرا المعوذتين؟ اكيد طبعا. بتحاول ان انت تحمي نفسك من الحسد طول الوقت؟ كل حاجه بفلك على طول. طيب ماشي، ربنا يحميك من العين. يبقى انت ما عندكش خطيئه الحسد. طيب، خطيئه الشراهه اللي هي في اكل كده اما تشوفه ما تعرفش تمسك نفسك قدامه هتاكل يعني هتاكل اكله ما تعرفش تمسك نفسك. الكبده والسجق عادي ممكن في اي وقت اكلها. كبده وسجق؟ ماشي. ايه كمان؟ ومن اي حته. ومن اي حته. ايه كمان بتحب تاكله؟ انا اكلتي المفضله كبده وسجق. كبده وسجق؟ ما انت في رمضان مش هتعرف تاكل كبده وسجق. الاكله الوحيده اللي انا محروم منها دلوقتي الكشري الصراحه.
اه الكشري. تحب تاكل كشري كتير؟ ما هو ما فيش كشري في رمضان يعني، عاده رمضان ما فيهوش كشري. لكن ولا وكبده وسجق برضو يبقوا حامين قوي في رمضان. بس عاده انا هعملهم في البيت الكبده والسجق. انت بتعرف تعمل كبده وسجق؟ ممكن عادي، بقى اخش على جوجل واجيب الوصفه واعملها عادي. بتطبخ يعني؟ يعني انا شفت لك فيديو صحيح كنت بتطبخ. كنت بعمل عجينه طعميه سحور. صح. كنت انت واقف بتعملها؟ أيوة. بس العجينه كانت طالعه منك ايه؟ ايه جميله، لا مكعبره ما فهمتش حاجه، كانت طالعه شكلها صعب. عشان كنت ايه قلت لهم اعمل لكم طعميه بالجبنه وكده، فما جاتش بالجبنه. بالايه؟ ما جاتش في حاجه خالص. يعني انت مالكش في وقفه المطبخ. طيب هنكمل باقي الخطايا بتاعتك معانا بعد الفاصل، استنونا. صاصة خطيئة الغضب، لما بتغضب بتعمل ايه؟ عندك اغنية بتقول فيها كتر الزعل بيحول، صح؟ اكتر وقت ما بحبش في نفسي وانا اللي هو زعلان او انا متعصب، ده عصبي قوي. بتتحول؟ ممكن اكسر البيت. بتعصب قوي. بتعصب ازاي؟ احكي لي. بتنرفز يعني، ممكن اي حاجة تنرفزني. ايه اللي بينرفزك؟ ايه اكتر حاجة بتنرفزك وبتعصبك؟ ان انا مثلا افضل اوحى مع حد في الكلام وهو يقتنع ان هو صح وانا مقتنع ان انا صح، فنفضل بقى نتنرفز بقى وانا افضل اكسر البيت، او انا وجاد واحنا بنتخانق يعني. بتكسر البيت؟ عادي. بتكسر ايه في البيت؟ الحاجات اللي هي الخفيفه عشان ما ندفعش اكتر من كده. انت بتكسر الحاجات الخفيفه. ناصح برضو. ايه يعني ايه اكتر موقف حاسسك ان انت غضبان، يعني حسيت ان انت جواك غضب كبير؟ او انا بتخانق انا وجهاد، ده الوقت اللي بحس فيه ان انا خلاص بقى. انت بتحبها قوي ما شاء الله، الله اكبر يعني. من كتر ما انا وهي ممكن نتخانق، انا ممكن يعني من قريب من كتر ما انا بتنرفز بقى عايز اوصل لها اللي هي مش فاهمه، هي مش فاهمه ليه، فاهمه ليه صح. رحت رازع الباب بالرجل ولقيت الكالون بتاع الباب اتخلع من مكانه نفسه، بس الباب ما اتكسرش. بس الكالون اتكسر، الكالون اتخلع من مكانه. بس الباب ما جربوش حاجه. ما جرب الحمد لله. الحمد لله. لكن جربت تبقى مشكله كبيره. بس على فكره الستات بتحب ان انت ايه، عاده ان الستات تكبر دماغك. ما انا بعد كده راضيها وخلاص. ما انا كبرت دماغي بعدها رحنا متراضيين. طب وبلا لازمه تبقى العصبيه وتعمل وبتاع، ما انت في الاخر هتكبر دماغك وخلاص. بص، البيوت اللي ما فيهاش عصبيه وما فيهاش خناقات يبقوا الاثنين عايشين مع بعض كده. بس انا اقول لك حاجه، الستات دايما ايه، خدها على قد عقلها، قولها انت صح. ده لازم. ايوه ده والله أكيد. ريح نفسك، هتحبك اكتر، مفيش مشكله، الموضوع في الاخر يعني بسيط. يعني انت اكتر حاجه بتخليك متعصب او غضبان ان انت ما تتخانق مع مراتك. دي اكتر ان هو حاجة. ايه انا مش ان انا اتخانق مع مراتي، هي دي حاجه من الحاجات اللي بتعصبني، ان انا وهي نفضل نلوح مع بعض كتير. وفي حاجات تانية مثلا ان هو ايه، اكون انا عارف ان الحاجه صح وواحد يقول لي دي غلط، وانا عارف ان هي صح وهي صح. ان حد يخالفك في الراي بالزبط. ممكن ده يخليك غضبان. وانا عارف ان الراي صح، مش عرفك، ما ممكن رايه هو كمان يبقى صح، ما تسمع. ما لا، دي حاجه بيبقى موثوق منها يعني. انا متاكد ان هي صح. انت متاكد ان هو؟ لو مش متاكد بسمع رايه عادي. انما مثلا حاجه متاكد ان هي صح، مثلا اداره اعمال اللي معايا يفضل يقاوحني فيها ان هي غلط، لا انا ممكن افضل بقى متنرفز من هنا لبكره. طيب خطيئة. بس بعدها في ثانيه بتهدى على طول. عارف برج العذراء بيهدى في ثانيه. قلبك ابيض. خالص. تقوم تهدى تقلع على ما فيش وتنزل على ما فيش. لو حد زعلني دلوقتي بكره انا نسيت اصلا، بس كنت الاول كده. ما عدا الناس اللي زيوك قبل كده زمان، دول انت مش هتنساهم ابدا مهما حصل. طيب خطيئه الكسل، كسلان، انت كسلان ساعات بتكسل، تحب قعده البيت؟ بحب قعده البيت الصراع. بحب قعده البيت لاني يعني مثلا لما ربنا كرم الواحد ما بقتش اعرف اخرج في كل الحتت. ببقى نفسي اخرج واحس ان انا عصامي العادي بتاع زمان اللي هو سواق التوك توك لو محدش يعرفه. عايز تخرج براحتك. عايز اخرج وانا محدش عارفني. عايز تتمشى يا اخي في الشارع. بالزبط. يعني عايز تبقى براحتك. بالظبط. انا بحب يعني، انا مش بتضايق من فكره ان حد مثلا وانا ماشي في الشارع يجي ده انا يتصور. انا بالعكس. انا لو لوحدي او في حته تسمح اقسم بجلاله الله اروح معاه البيت. بس انا مع فكره ايه، مثلا انا مثلا دلوقتي خارج انا ومراتي او اي شخص في الدنيا خارج هو ومراته، هو حابب ان هو يكون هو. اصل انا مش هشوف فنان يعني، لو انا عصام سواق التوك توك، لو انا عصام طه اللي هو سواق التوك توك العادي وقابلت في اي حته اكتر واحد مشهور على وجه الارض ومعاه مراته، انا من كتر ما انا هتحرج عمري في حياتي ما هروح اقول له هو معاه مراته انا عايز اتصور معاك، حتى لو انا بحبه حب الدنيا والاخره.
مش قصدي كده ان انا هو مثلا او ان انا بتضايق، بس في اوقات انا ببقى عايز اعيش الفتره دي اللي هو انزل حته عاديه واقعد عادي. نفسك في الخصوصيه تاني. عايز ترجع، عايز تنزل تعرف تتمشى مع مراتك في الشارع، وننزل نقعد في السيده في الشارع على القهوه. ازاي؟ طب ما الناس هتتلم عليك برضه. ما انا بقعد مع ناس اخواتي كبار، هم المنطقه. تحب تقعد في السيده؟ ايوه. بتقعد فين في السيده؟ بقعد في عبدي. وتقعد هناك؟ اه. وتفضل قاعد بقى تعمل ايه بقى؟ بتقعد هناك تعمل ايه؟ قنبله يعني، ناكل الاول. اه. بعد كده بقى ايه، نحل قنبله على رز بلبن مهلبيه. ودي الخروجه بتاعتكم؟ ده كل سنه كده. ده كل سنه مره. دي الخروجه بتاعتكم؟ بتروحوا تخرجوا في السيده؟ بقعد في السيده. تخرج فين تاني غير في السيده؟ لازم اروح حته انا عارف ان انا مش هتضايق منها. ها. عشان كده ممكن، عشان خروجتي دي ممكن تقعد سنه. فلازم افضل بقى اعرف انا رايح فين واقعد مع مين، ومين ده مظبط الدنيا ولا لا، عشان ما اروح وانا مش متضايق. طب مين احلى، تقعد في البيت انتخ وتتفرج على التلفزيون وتاخد جهاد في حضنك، ولا حفله وفلوس؟ مين؟ البيت. البيت أكيد. البيت بالنسبه لك اريح. أوه. يعني ممكن تكبر وتقعد في البيت النهارده. اكتر من فرح فيه فلوس حلوه او حفله فيها فلوس حلوه. مش مشكله، مش مشكله، تقعد في البيت ده اريح لك احسن لك. اكيد. طيب انا بحب اللي هو انا افضل قاعد في البيت العب بلاي ستيشن، اقعد شويه كده. طب عندك حفله او عندك فرح وجهاد قالت لك بقول لك انا متضايقه ونفسيتي تعبانه، فانت تقعد معايا النهارده في البيت ما انتش نازل. بصي انا عمري في حياتي ما لغيت فرح انا واخده. لان انا بصي بحط نفسي مثلا انا العريس. أوه. انا مكان العريس دلوقتي. لازم جيت بقى في وسط اصحابي كلهم وفي وسط منطقتي كلها. انا جايب عصام صوصه في الفرح، او جايب حمو بيكا في الفرح، او جايب فلان في الفرح. اه. يجي فلان ده ما يجيش، مشكله. انا بقى اللي هو انا العريس. شكلي إيه؟ عامل ايه اللي هو انا ما قصرتش في فلوس، ما قصرتش في اي حاجه، متفق مع الفنان في ميعاده ومظبط كل الدنيا. يجي الفنان مثلا ما جاش، فلازم تلتزم. انا شكلي ايه يعني بيني وبين نفسي من كتر ما جوايا نار، انا ممكن امشي من الفرح ما احضروش. ما احضروش اصلا. فانا ما بحط نفسي مكان العريس على طول. ما ينفعش العريس يتضايقون فرح. طيب خطيئه الكبرياء، عندك كبرياء؟ انا ملاحظه، انا شايفه. لا مش عندي كبرياء قوي يعني. لا عندك كبرياءك، عندك بتتضايق لو حد ضايقك، لو حد اتكلم عليك بطريقه. أيوة. مش كويسه. مش درجه كبرياء قوي يعني. ها يعني كبرياء بسيط. قد ايه؟ 30%. بعد الفاصل هنعرف الاسرار اللي عندك، اكيد عندك اسرار كتير. اسرار وحوارات صاصة بعد الفاصل. اسرار وحوارات عصام صاصة. ايه مشاكلك مع عمر كمال ومع حمو بيكا؟ ايه المشاكل اللي بينكم؟ بصي المشكله كانت بيني وبين حمو بيكا كانت اداره اعماله زي ما انا قلت لك. هو ساب بيكا ومسك اداره اعمالي. فكان بيكرهني انا طول الوقت في حمو بيكا. انا ما كنتش اعرف حمو بيكا اصلا ساعتها ولا عشان انت ما شفتوش غير مره. ويفضل يحكي لي حاجات عن بيكا وحشه، وان انا عارف ان هي ممكن تكون الحاجات دي مش فيه. لان انا ما عاشرتش البني ادم فانت ما تعرفوش. كان يحاول بيكا يوصل لي مثلا في اي وقت. الشخص دوت يبعده. اه ما يخلوش يعرف يوصل لك. ما فيش لغه تواصل بيننا وحمو بيكا ايا كانت هي ايه. تمام. لان الشخص ده كان خايف ان بيكا مثلا يحكي لي حاجه فانا اشيل منه فاقوم ماشي الراجل ده. وده اللي حصل فعلا بعد كده. عمر كمال انا متضايق منه في حاجه. انت متضايق من عمر كمال في حاجه؟ كنت متضايق. كنت متضايق من كنت ايه؟ كنت متضايق منه في حاجه واحده. متضايق منه في ايه؟ من فتره كان عامل لسه هو اغنيه مساء النقص مع حمو بيكا، ما كانش لسه بنت الجيران او الكلام ده كله، فسجل انا وهو اغنيتين مع بعض. فانا خدت واحده هو انا هاخد اغنيه عندي وهو ياخد اغنيه عنده. تمام. جيت انا نزلت الاغنيه بتاعتي، فالاغنيه اللي معاه هو مش عارف ايه اللي حصل، نزل الاغنيه انا خلاص رميت صوتي وهو رمى صوته والاغنيه خلصانه وهتنزل. اه رميت صوتكو يعني سجلت؟ سجلت. صوتي اتشال من الاغنيه وحمو بيكا اللي دخل في الاغنيه. والاغنيه نزلت على اليوتيوب
بصوت حمو بيكا وصوت عمر كمان. دي كانت اغنيه ايه؟ ما اتشهرتش قوي، ما نجحتش قوي، لان انا قفلتها في نفس اليوم. انت قفلتها على اليوتيوب؟ لان انت اصلا انا ما سبتش حقك. انت معلش، انت ما بتسيبش حقك. ما بسيبش حقي؟ لا. وغير كده انت مثلا او انا اللي كنت محتاج اعمل معاك او انت اللي كنت محتاج تعمل معايا، مش بعد مثلا ما انا اقبل ان انت تعمل معايا الاقي نفسي ان انا مثلا انت بتشيل صوتي. فاهم حاجه؟ بقول لك ايه، هو انت الناس لما بتشوفك بتفتكرك لسه صغير بقى وكده، وعادي ممكن يضحك عليك. انت صغير كان بيضحك عليا قوي. وعادي انت لسه شكلك كده، لسه شاب صغير، بس انت مش كده. انت دلوقتي ما بقتش كده. يعني لما الناس ما ينفعش، في ناس ما ينفعش تعمليها بالطيبه اللي انا فيها دي. فابتديت ان انا من كتر ما بتتقال لي الكلمه ديت ابتديت ان انا ما ببقاش طيب. يعني من كتر ما انا بيتقال لي انت يا ابني ما ينفعش الطيبه اللي فيك دي، انت ما ينفعش تتعامل مع الناس بالطيبه دي. بقيت غصب عني اللي هو انا مضطر ان انا ما اتعاملش مع الناس بالطيبه دي. بس طيب، هو مين حمو تيخه؟ حمو التيخه بيغني. ايه خلافاتك معاه؟ ليه مختلفين مع بعض؟ هو كان في مشكله خفيفه، بس هو اخويا واتصالحنا من اول امبارح. لسه متصالحين على طول؟ طيب، وليه بقى؟ ايه المشكله كانت على ايه؟ ساعات الواحد مننا بيحسبها مثلا غيره، او بيحسبها مثلا ان انا مش شايفه، او بيحسبها مثلا هو كان عايز يعمل دويتو معاك مثلا. لا، هو عمل دويتوات معايا. عملنا ثلاث، احنا فتره ان انا كنت فيها انا وطيخه مع بعض كانت اغانينا شغاله كويس قوي. كانت اغانينا بتجيب ارقام 20 30 مليون. زعلت لما محمود العسيلي طلع في برنامج وطلع قال ان في مطرب طلع عامل ارقام كبيره جدا على المنصات وعامل ارقام كبيره جدا على اليوتيوب، بس انا ما اعرفش اسمه. زعلت لما طلع قال كده؟ ما زعلتش، بس ما فرقش معايا. بس اللي هو ايه، انت المفروض حد كبير يعني وحد ليك قيمتك ومحترم ما تتكلمش على حد طالما انت ما تعرفوش. صح؟ يعني انا مش مثلا محمود العسيلي او اللي انت بتكلميني عليه دلوقتي، فاقول لك ما تكلمنيش عليه لان انا ما اعرفوش. انما مش هطلع اقول لك انا لقيت واحد اسمه فلان الفلاني متصدر جميع المنصات. انا ما اعرفوش والله. انت عارف ان هو متصدر جميع المنصات وما تعرفش اسمي حتى؟ تفتكر هو ما يعرفش اسمك؟ لا، فعلا لا، اكيد عارف. عارف طبعا. انت شايف ان هو عارف لأن اسمك؟ لان قبليها بيومين بالظبط، قبل ما يطلع في البرنامج ده بيومين، كان حسن شاكوش عنده حفله. والعسيلي كان قاعد. وشاكوش وانا قاعد، بس مش قاعد معايا يعني، هو في ترابيزه وانا في ترابيزه، وشاكوش عمال يحييه ويحييني. يعني اكيد مش عصام صوصه اللي هو بيحييه ده وبيحييك معاه. مع كتف مطرب زيه زيك. ايه، ما دخلتش ما سمعتش ودنك قبل كده؟ ما انت عارف ان هو متصدر جميع اي حاجه، انت عارف بنفسك يعني. انا نفسي ما كنتش اعرف، عرفت منك. زعلت؟ زعلت ان هو ما تطلعش مثلا من حد يعني يكون على الايد. المفروض يعني زعلت منه اكيد. بس ما فيش بيني وبينه اللي هو انا اعاتبه او ان هو الموضوع يفرق معايا وكده. سالوا بوسي برضو قبل كده، قالوا لها خيروها تغني مع فلان ولا فلان ولا فلان، قالت لا ما غنيش مع، او قالوا لها لو طلعتي معاهم في فرح او جالك حفله معاهم، قالت لا انا ما اطلعش. بس في واحد اسمه عصام صاصا صوته حلو قوي، بيعرف يغني حلو. سمعتها؟ لان هي قبل بوسي من الاصوات الكويسه قوي طبعا. بوسي صوتها قوي جدا. قبلها بيومين اصلا كنت هي في فرح وانا كنت فيه. يعني كانت هي شغاله في فرح اصلا وانا كنت في الفرح، في نفس الفرح قبليها بقى. يعني هي كانت النمره وانا النمره اللي بعديها بنمرتين. وقالت ان هي برضو ما طلعتش في افراح مع حد. ما اعرفش، بس انا كنت قبليها بيومين في فرح وكانت بوسي فيه. عمر كمال وحسن شاكوش ارقامهم اتراجعت بعد ما انت اتشهرت قوي، وبعد ما اغانيك الناس كلها بقت تغنيها والتكاتك كلها مشغلاها والتكاسي كلها مشغلاها. عايز اقول لحضرتك حاجه. ارقامهم اتراجعت. ينفع نفصل بقى، نفصل خالص. يعني انت قاعده مع عصام صوصه دلوقتي. عصام صوصه بيخاطب حاجه غير اليوتيوب. يعني في حاجه اسمها ان انا ابقى في الشارع اصلا، يعني مش مهم ارقامي. ايه مثلا رقم، ايه رقم جايب 200 مليون واغنيتي اختفت اصلا من الشارع مش ظهر. بس في حاجه اسمها ان انا في الشارع بقى. انت في الشارع بقى، اللي هو انا بكلم الناس اللي في الشارع، اللي هم الناس اللي هم انا منهم. انت بتعمل كده؟ انا بقى مع الناس دي الحمد لله. يعني مش غرور والله العظيم، ولا كبرياء ولا تكبر ولا اي حاجه. الناس دي
عصام بيكلمهم باللو... يعني انا مثلا اي حد بقابله يقول لي انت بتحكي اللي جوايا كله. انت بتقول كل حرف انا نفسي اقوله في حياتي. الناس بتقول لك كده كده على طول. في طبقه انا عمري في حياتي ما ابعد عنها، اللي هي الطبقه يعني مثلا في فنانين كانوا في مجالي وكانوا غير مجالي، اللي هو بيقول لك لما ربنا يكرمني شويه انا هبتدي بقى اعلى شويه بالايمج وعايز اعمل بقى اغاني للاكلاس والكلام ده. لا انا عايز اعمل اغاني للسي اللي تحت الاول، يحبوا الاغاني بعد كده توصل للاكلاس. وعلى فكره لا عايز اقول لك حاجه، الاكلاس بيحبوا اغانيك وبيغنوها. ليه؟ وبتشتغل في الافراح. لان انا بحب والناس حافظين الكلمات وبيقولوها وبيردوها. ايوه طبعا انا بروح افراح في كل حته في مصر. بس بكلمك انا بخاطب ايه في اغنيه. مين جمهوره أكبر؟ أنت ولا ويكس؟ مش عارف، بس ويكس جمهوره كبير برضه. ومين جمهوره أكبر؟ مش عارف. مين موجود في الشارع أكتر؟ ممكن الناس هي اللي تقول لحضرتك الكلام. مين أغانيه بتتغنى أكتر؟ ممكن تكون، لأن مثلاً أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكتر، لأن مجالنا هما مثلاً ممكن يكونوا ويكس بيعمل أغنية مثلاً كل شهرين أو ألبوم كل 3 شهور. إنما أنا في الشهر ممكن أنزل 10 أغاني. فاهمه؟ فهي الفكره بتتحسب بكده. بتفهم كلمات ويجز؟ بتفهم الاغاني بتاعته؟ في حاجات بحبها قوي، البخت مثلا. بحب هو بصي ويجز ليه طريقته، يعني اللي هو انت بتسمعي له حاجه مختلفه. ايه اللي اكتر حاجه بتحبها له؟ غني له ويجز كده. البخت سالتها ورفضتني، استغربت طب فين هبتي حبيبي ده انا بضحك على خيبتي. لا كملها حلوه. لا وخلاص وقت. طب غني لي حاجه انت بتحبها. ليه انا؟ ليك انت ولا لحد تاني؟ لا زي ما انت عايز، انا معاك. ماشي. ممكن اغني حاجه قديمه شويه؟ يلا. سهرانا ما بتنامشي، لنا صحية ولا نايمة ما بقدرش تبات الليل، تبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وروح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. الله عليك. مش عايز تغني حاجه ليك؟ ناس الحاجات اللي انت بتحبها ليه؟ ممكن اقول حته صغيره. قول حته صغيره. انت عايز ايه؟ اللي هي بتقول فيها اللي فيها اسمك. اه شايفك متابع. أيوة. ده انت غلبت اليوم السابع. ايوه لا غنيه دي انا بحبها قوي. يلا. شايفك متابع ده انت غلبت اليوم السابع، خوفه لو رفع الهرم الرابع كان هيسمي الكروان، انا الخلاصه ال 100 مليون بيقولوا صاصه، ازاي تتقارن بالرئاسه؟ انا اسمي على الحيطان. ايوه انا بحبها قوي دي. دي جامده انا بحبها. بتحبها؟ كنت بتقول الكلام ده لمين؟ بامانه. ايه هي الاغنيه؟ استاذ محمود الليسي حبيب قلبي. انت سكه ودغري. الكلام ده كنت بتقوله لمين؟ للناس كلها. انت بتوصل رساله. احلف اي حد خد الكلام عليه. انا هو في حد خد الكلام عليه؟ الله اعلم. ناس كتير ممكن تكونوا الواد ده بيقول كده ليه يعني؟ ومحدش قال لك حاجه؟ احلف والله ما حد قال لي حاجه. بجد؟ بجد. طيب نقيب المهن الموسيقيه استاذنا. تمام. لما كان الفنان الكبير هاني شاكر ماسك النقابه كان في شوية مشاكل لمطربي المهرجانات. ينفع أقول لحضرتك ليه؟ أو إيه السبب؟ إيه السبب؟ هو أستاذ هاني شاكر فوق دماغنا وليه كل الاحترام والتقدير طبعًا.
بس ممكن يكون عشان استاذ هاني شاكر عمره، انا عمري في حياتي مثلا من ساعه ما يعني انا كان معايا الكارنيف وهو ماسك سنه كامله وهو ماسك، عمري في حياتي ما شفته، عمري في حياتي ما روحت النقابه وشفته صدفه. وانت كنت بتروح النقابه كتير؟ كنت بقى مع مرور الوقت من شهر للتاني وقت التجديد بروح. عمري في حياتي ما قابلته. كنت بتقابل مين؟ الفرق بقى ايه لما استاذ مصطفى كامل جه مسك؟ اول حاجه عملها ان هو جمعنا كلنا، جمعنا كلنا اللي هو بيسمع مننا، مجايز العيال دي عندها حاجه، مجايز العيال دي كويسه، مجايز حمو بيكا اللي الناس مثلا عماله تقول ان هو مثلا ما ياخدش، جايز حمو بيكا ده جواه حاجه لوجه الله. فانا هقف جنبه، مش هقف جنبه اللي هو ايه انا هقف قصاد الناس واعرض الناس واقول لهم ده ينفع يغني، لا، اللي بيغني مثلا ليه كارنيه اسمه مثلا كارنيه مطرب، لا ده ليه كارنيه اسمه اداء صوتي، وسمع مشاكلكم وفهم المواضيع، اجتماع وسمع مننا وفهم، وبتروحوا بتلاقوه قاعد، وبنروح طبعا انا يعني النقابه كلها اتجددت دلوقتي لما استاذ مصطفى كامل مسك، بنروح بنلاقيه قاعد موجود مركز وقاعد في اي مشكله، اي مشكله اي حاجه قال لنا. يعني في مشاكل كانت حاصله بين اللي شاكوش وبيكا مع النقابه القديمه والكلام ده كله، لما هو سمع الكلام ده بقى بيقول لنا ايه اي مشكله يعني اي حوار اي حاجه اي حد توقف يكلمنا انا دايرك، لان ممكن فلان او فلان او فلان او فلان على بال ما توصل للي انت عايز توصله مثلا لاستاذ مصطفى يكون حوار، لا منك لاستاذ مصطفى على طول في مشكله عليها على والدنيا طول. بقت حلوه وبقت سالكه وبقينا بنشتغل والدنيا جميله، يسترها عليه وهو حد جميل قوي الصراحه. طيب مفيش سر كده حاسس ان هو كابت على نفسك على نفسك وعايز تطلعه؟ سر كده حاسس ان انت ايه لو اتكلمت عنه وبحت بيه هترتاح؟ لا مفيش، مش انا من النوع اللي هو اللي في قلبي على لساني فبقول اي حاجه. فمعندك يعني كل اللي في حياتي يعني كل الناس اللي هتتفرج عارفين كل حاجه عنه، كل حاجه مفيش حاجه بتخبيها خالص 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 والله يا عمري، حياتك كتاب مفتوح كده الحمد لله. طب ايه اللي المفروض ما كنتش تقول؟ ايه المفروض كتير. ما زي ايه المفروض ما كانش تحكي؟ يعني مش صح ان الواحد كان يحكي، يعني مش المفروض الناس تعرف عنوان بيتي، مش المفروض الناس تعرف حاجات كتير قوي في حياتي، انا بيتي معروف الناس عارفه، يعني حدائق الاهرام كلها عارفه بيتي فين. حاجات كتير قوي المفروض كنت بس هعملها الفتره الجايه. مثلا ما تحكيش عن شغلك اللي جاي، ما تقولش للناس انت ناوي على ايه. يعني من ضمن الاسرار اللي انا كنتش عايز اقول عليها ان لو في ناس كتير غيري كان في نفس المكان اللي انا فيه، مثلا لو في ناس غيري مصوره فيلم اكيد بينزلوا ويعملوا بوسترات وبيبقوا في قمه سعادتهم. انا قعدت سنه كامله بقول لك مصور الفيلم لحد دلوقتي ما كنتش منزل بوستر، يعني ما نزلتش غير من قريب. ما هما كمان لازم يعلنوا، هما كمان تبتدي معاهم بيبقى في اتفاقات، مش حكايه كده. يعني اللي هو ايه لو انا نزلت بوست على الانستجرام مثلا انتظروني في، طب قول للناس بقى تنزل تتفرج على الفيلم مع بتاعك في العيد ان شاء الله يا حبيبتي، انا عايز كل الناس تنزل تتفرج على اسود ملون هيكسر الدنيا. نورتني النهارده يا صاصه، انا اتشرفت بحضرتك جدا ومبسوط ان انا كنت معاك، انا اتبسطت بيك قوي، انا بديتش من البرنامج وعسل. ومبسوط ان انا طلعت من البرنامج. انت كنت قلقان ان انت ده اول مره تطلع برنامج، مش فكره قلق بس انا مش حابب الموضوع اصلا، بس الحمد لله اتبسطت ان شاء الله. انت نورتنا النهارده وانت قلبك ابيض وربنا هيكرمك ان شاء الله، نورتني يا صاصة النهارده. طيب مشاهدينا خلصت اسرار النهارده، اشوفكم ان شاء الله في اسرار جديده وحلقه جديده. كنت معاكم اميره بدر، سلام.